سيأتي بها المصنف الآن. والثالث حديث عبادة بن الصامت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا الحديث لا تفعلوا إلا بأم القرآن لو ثبت لكان قاطعا في للنزاع، لو ثبت هذا الخبر لكان قاطعا لكل نزاع، أعني زيادة فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. بناء عليها بنى بعض العلماء كالشيخ ناصر الألباني رحمه الله فقها في المسألة. أما الذين ضعفوها من العلماء فلا تفعلوا إلا بأم القرآن انتصروا لرأي الجمهور الذي حاصله أنك تسكت إذا كان الإمام يقرأ للآية المحكمة: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا من أسباب النزاع تصحيح لفظة فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فالذين صححوها ألزموا المأموم بأن يقرأ فاتحة الكتاب وحتى لو كان الإمام يقرأ، والذين ضعفوها وهم الأكثرون احتجوا أيضا لمذهبهم فضلا عن تضعيفها بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.